شخصية بدقيقة. ولدت المهندسة المعمارية العراقية البريطانية زها حديد عام 1950. تعتبر من أمهر مهندسي العالم وأكثرهم إنجازاً. تميزت أعمالها المعمارية بالخيال والمثالية، أبرزها محطة قطار ستراسبورغ في ألمانيا، منصة التزحلق في إنسبورغ، دار الأوبرا في جنوب الصين، مركز الفنون الحديثة في روما، جسر الشيخ زايد في أبوظبي، المبنى العائم في دبي وغيرها الكثير. كما كان لها ابتكارات في عالم الموضة والمجوهرات والأثاث وكذلك اليخوت. رحلت زها حديد عام 2016، هي التي أثبتت أن عالم العمارة ليس حكراً على الرجال، فاختيرت عام 2010 كرابع أقوى امرأة في العالم حسب تصنيف مجلة التايمز. شخصية بدقيقة.